اسمي خليل السكندي، فاعل جمعوي هنا في بروكسل وفي بلجيكا. أنا من الأعضاء المؤسسين ديال لجنة اليقظة ضد التجنيد الإجباري بالنسبة للشباب ديال مغاربة العالم. هذه اللجنة هذه خلقت على إثر القرار اللي خدته الحكومة المغربية والبرلمان المغربي باش تفرض التجنيد الإجباري على كل المغاربة، سواء كانوا شباب موجودين في الداخل ديال المغرب ولا في الخارج ديال البلاد. وبالتالي حنا فكرنا مزيان، وكذلك حصل لنا اتصالات كثيرة مع أفراد الجالية المغربية هنايا، العائلات والأسر اللي خايفة بزاف على المستقبل ديال ولادها هنايا في الخارج، في حالة ما إذا تفرض عليهم هذا القانون ديال التجنيد الإجباري. وبالتالي خلقنا هذه اللجنة، وغادي نشرح أشنا هما الاعتراضات اللي عندنا على هذا القانون اللي خرجته الحكومة المغربية. الاعتراض الأول هو هذا القانون كيمس بالمصالح المادية ديال جميع الشباب اللي موجودين هنا في الخارج. مثلا الشباب اللي موجودين في البطالة ولا كيتسناو يحصلوا على عمل هنا، هاد الشباب كيخصهم يجاوبوا لكل الاستدعاءات اللي كتجيهم من المكاتب ديال الشغل مرة في الشهر باش يعبروا على أنهم كيقلبوا وكيفتشوا على الشغل. واحد الشاب اللي إلى مثلا دخل المغرب لمدة 12 شهر وجا استدعاء ولا جوج ديال الاستدعاءات من المكتب ديال التشغيل وما جاوبش عليه، فالاسم ديالو كيتشطب من اللائحة ديال الناس اللي كيطلبوا الخدمة، وكذلك كيفقد الحق ديالو في التقاضي ديال التعويضات ديال الشوماج. كاين المشكل ديال اللغات، كنعرفوا بان الشباب المغربي اللي موجود في الخارج كاين اللي كيتكلم بالشينويه، كاين اللي كيتكلم بالروسيه، بالفلامانيه، بالالمانيه، بالانجليزيه، بجميع اللغات. قليل من هاد الشباب اللي هما مازالين صغار الان كيتكلموا بالعربيه ولا الامازيغيه، فكيف غتكون الحاله ديالهم في حاله ما اذا مثلا لقاو راسهم داخل هاد التكانات ديال العسكر ولا في الميدان وكاين مدربين اللي كيأطروهم اللي ما كيتكلموش هاد اللغات هادي. ثالثا كاين القضيه ديال البنات اللي تا هما مجبرين عبر هذا القانون باش يدخلوا للمغرب. فحنا كاين بزاف ديال العائلات اللي كتخاف على بناتها انها تدخل للمغرب، البنت عندها 17 18 ولا 19 سنه ولا 20 سنه، ما كتعرف والو في المغرب ولا في هادشي ديال الجنين ولا هذا، تدخل ويكون واحد الخلط ما بين الخلط، يعني يكون خليط ما بين البنات والولاد، وكنعرفوا الوضعيه كيفاش كتكون داخل التكنات العسكريه. كاين مساله رابعه، هو كاين مثلا شباب اللي هما كيقراو في قراءه يعني في مدارس عليا واللي عندهم مثلا وعود ديال البدايه ديال واحد العمل، واحد المسلسل ديال العمل هنا بمجرد ما يساليو الدراسه ديالهم. كاين مثلا مؤسسات اللي غتدخلهم يخدموا، سواء كانت مؤسسات عموميه ولا مؤسسات خصوصيه اللي وعدهم باش يدخلوا يخدموا. هاد الناس الا مثلا سالوا وخذوا الدبلوم ديالهم وعيطوا لهم يدخلوا للمغرب لمده 12 شهر، غادي يفقدوا هذا الوعود اللي معطيها لهم من طرف المؤسسات البلجيكيه. كاين مثلا الاف ديال الشباب المغربي اللي هنا كيخدم داخل المؤسسات البلجيكيه، سواء كانت عموميه ولا خصوصيه. مثلا في السبيطارات، في التعليم، في جميع يعني المجالات ديال التوظيف البلجيكي. فكيف غادي تتعامل بلجيكا براسها ولا اوروبا مع هاد الشباب اللي غادي يخليو الخدمه ديالهم هنايا وغادي يدخلوا لمده 12 شهر باش يدوزوا سيرت مليتر؟ اذا غتحدث واحد الثغره وواحد النقص كبير داخل هذه المؤسسات هذه في الوقت اللي دخلوا هاد الشباب المغرب. وكاين عده مؤاخذات اللي كان واخدوا المغرب عليها بخصوص هذه القضيه ديال الاجباريه ديال الخدمه العسكريه. وفي النهايه اللي كنقول هو انه كان من المفترض انه المغرب ملي بغى يدير هاد السيرفيس ميليتير على الاقل كان خصو يفتح واحد النقاش، واحد المشاوره كبيره مع افراد الجاليه والجمعيات ديالهم والمنظمات ديالهم وحتى مع السلطات البلجيكيه اللي غادي تضر
من هذا الشيء ديال السيرفيس ميليتير باش يشوفوا كيفاش بعدا يتجاوزوا ويتفاداوا هاد الصعوبات اللي ضروري غادي تحصل في حاله ما اذا جبروا هاد الشباب على تاديه المصلحه الخدمه العسكريه. لهذا السبب حنا درنا خلقنا واحد اللجنه اللي بدات هنا في بلجيكا كتشتغل هذه واحد الشهر، ثم هذه اللجنه توسعت وخلقت لجنه اخرى في فرنسا، يعني في فرنسا اللي فيها جمعيات مغربيه من فرنسا، ثم الان التحقت بنا جمعيات من هولندا، والان هذه اللجنه هذه اللي هي لجنه دوليه ضد التجنيد الاجباري للشباب ديال المغاربه اللي موجودين في الخارج هي غادي وهي كتوسع. الان غادي نتصلوا حنا بايطاليا، عندنا اتصالات باسبانيا، عندنا اتصالات بالمانيا، وكنظنوا بانه في من دابا شهر ولا شهرين غتكون هذه اللجنه كتكون تقريبا واحد 10 ولا 15 ديال الدول عبر العالم. هذا هو العمل اللي كيقوموا به. والان نهار 3 في الشهر ماي المقبل غادي تكون واحد تظاهره اوروبيه ديال كل هذه الجمعيات المغربيه اللي موجوده في الخارج هنا في بروكسل، اللي غتكون تظاهره كبيره، تجمع كبير اللي غادي يحضروا له الالاف ديال المغاربه، واللي غادي نعبروا مع جميع المغاربه اللي موجودين في الخارج والشباب على الرفض ديالنا لهذا القانون هذا.